الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال الله العلي العظيم في محكم كتابه وجليل خطابه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم. هذه آية من آيات كثيرة جدا تثني على المتفكرين، مع آيات أخرى تأمر بالتفكر. والتفكر في الحقيقة مسألة تستدعي هذا الأمر، هذا الكم الكبير من الآيات يستدعي أن يتوقف الإنسان مع نفسه. هل إنني من المتصفين بهذه الصفة أم لا؟ هل إني ذاكر لمثل هذه الصفة أم لا؟ هل أنا غافل؟ هل أنا جاهل؟ مسألة التفكر ليست مسألة هامشية. ليتم تجاهلها درسا للأسف أو تأليفا وللأسف أيضا، هي في الحقيقة من جوهر الإنسان، بل هي المائز بين الإنسان وباقي المخلوقات. جمود الإنسان وجمود أوضاع الإنسان في كل بعد من أبعاد الحياة، خلل الإنسان الروحي، خلل الإنسان في وضعه الأسري، خلل الإنسان في وضعه الاجتماعي، في وضعه السياسي، في كل أوضاعه الاقتصادية وغيرها، في الحقيقة نتيجة إهمال هذه المسألة، أو لنقل نتيجة إهمال هذه العبادة، عبادة العقل. التفكر في الحقيقة هو مركب الإنسان في الوصول إلى هدفه. وبلحظ من اللحظات، وهذا يستدعي التفصيل ولكن لا ينبغي، هي هدف من الأهداف. قال الله عز وجل في محكم كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من يراجع النصوص الشريفة يجد أنها وصفت في كثير من النصوص في الحقيقة، يجد أنها وصفت التفكر بالعبادة. الآن ورد مثل ما ورد عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه أنه قال: ليست العبادة كثرة الصلاة والصوم،
إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل. وإن أبقاني الله عز وجل إن شاء الله في بيان أنواع التفكر سأشير إلى معنى التفكر في أمر الله. في نص آخر ورد عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه أنه قال: كان أكثر عبادة أبي ذر التفكر والاعتبار. وفي نص ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهو في الحقيقة لا يبين فقط أن التفكر عبادة، وإنما يحصر العبادة في التفكر، وهذا في بيان التأكيد على هذه العبادة بل أفضلية هذه العبادة على غيرها من العبادات. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا عبادتك التفكر. وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أفضل العبادة الفكر. إذن إذا كان هذا موقع التفكر في الدين، وسيأتي البحث إن شاء الله في بيان الغرض من التفكر وثمرات التفكر لتبين موقعية هذا التفكر ودوره في كمال الإنسان وفي قرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك لا ينبغي لمؤمن أن يغفل أو يجهل مثل هذه العبادة، بل ينبغي أن يتعرف على حقيقتها، وينبغي أن يتعرف على أنواعها وثمراتها وكيفيتها ليستفيد منها في حياته. وهذا ما آمل أن يوفقني الله عز وجل في مثل هذه اللقاءات المباركة إن شاء الله. من دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة: أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك. أنت المونس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم. وقف في ما هو المراد من التفكر. التفكر عندما تراجعونه في ألسنة اللغويين تجدون أنه يعني التأمل، يعني النظر في الأشياء، يعني التروي في الأشياء. أعمال الخاطر، هناك جولان لخاطر الإنسان حول محور ما، حول مسألة ما، حول قضية ما، حول فكرة ما، حول شيء ما. هذا التردد، هذا الجولان والتردد للقلب، وكأنما الإنسان يقرع قلبه ويحوم حول مسألة يريد في الواقع أن يصل فيها إلى أمر معين. الخلاصة أن التفكر تدبر، تأمل،
نظر، اعتبار، هذا بنحو كلي. طبعا حتى هذه المفردات من الجيد أن يقف عندها، وربما إن وفقني الله عز وجل أبين ما الفرق بين الآن التفكر هو الذكر، في الحقيقة ذكر من الأذكار، ما الفرق بينه؟ هل هناك فرق بين الذكر وبين التفكر؟ عندما نأتي بشكل عام نجد أن التفكر يطلق على معنيين، أو الفكر يطلق على معنيين. المعنى الأول هي على هذه القوة المودعة في الإنسان، هم يقولون أنها في مقدمة الدماغ، وكونها في مقدمة الدماغ هم لها علاقة على كل حال في السجود إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا جيد أن يتأمل الإنسان في هذا المعنى. المعنى الآخر وهو المهم، اعذروني في البدء، أرغب أن أؤسس إلى بعض المطالب الأساسية اللي يميز الإنسان في الحقيقة بينها وبين الوساوس، وبينها وبين التخيلات. المعنى الآخر هو الأثر المترتب على هذه القوة المودعة. هناك أثر، هناك فعل مترتب أو مطلوب من هذه القوة، هو المراد منه الفكر. الآن المتفكر نستطيع أن نقول هو من يرتب أمور ذهنية أو أمور في الذهن ليتوصل بها كما درستم في علم المنطق إلى مجهوري، يتوصل بها إلى علم أو إلى ظن. وكما قلنا هو تردد، يعني لما نتكلم عن التفكر هي ليست مسألة نظرية مجردة في عالم العقل، وهذا مما يعني أن هناك ترابط بين عقل الإنسان والقلب. ذكرت هناك تردد في القلب، يعني يراد لهذا الجولان إن صح التعبير الفكري أن يتحرك وينزل إلى قلب الإنسان ليخلق حالة من الحراك في داخله. نتيجة في الواقع فاعلية هذا التردد يكون الإنسان وسرعوا إليك في المبادرين. تلاحظ أحيانا نتيجة فاعلية الخواطر، الخواطر المريضة، هذا الخيال المريض أحيانا تجد توثب في الإنسان للمعصية، لمعصية من المعاصي. وهذا أحيانا لا بأس بين قوسين، بما أن في مجلس أهل العلم، وهذه المسألة من المسائل التي يسأل بها طالب العلم كثير، أنه كيف يعالج الإنسان مسألة السيطرة على الغريزة. الآن نظر الإنسان، والأخطر من هذا عادة سؤال من الشباب أنه كيف يسيطر أو يتحكم في أن لا يمارس العادة المعروفة السيئة. أحد الأبعاد هو هذا، مسألة السيطرة على الخواطر. كثرة التفكر المريض يعطي سرعة التوثب في المعصية، ولذا المران كثرة التفكر
تعطي في الواقع ماذا؟ بسرعة في التوثب للطاعة. ولذا أحيانا ليش البعض ما يقوم لصلاة الصبح؟ ليش البعض ما يقوم لصلاة الليل؟ لأنه هناك في الواقع ماذا؟ خلل في مسألة التفكر. هذا عدم سرعة التفكر تعطي مساحة لنفوذ الشيطان. ولذا يقول بعد باقي 5 دقائق، باقي 6 دقائق، باقي 10 دقائق. بينما المتكثر بالتفكر هناك عنده سرعة توثب للطاعات وللعبادات. ولذا هنا تأتي قيمة كثرة جولان الأمور في القلب وتردد القلب في مثل هذه الأمور لطلب معاني، للوصول إلى معاني. أكتفي بهذا القدر، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.